عشنا هذه الأيام بولاية وهران منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك، وهي خطوة جد مهمة كخطوة تجسد دبلوماسية المجتمع المدني التي يحتاجها العالم العربي اليوم، تحتاجها المجتمعات العربية اليوم لدعم العمل العربي. يعني جاءت هذه الخطوة في ظل ظروف راهنة، ظروف اقتصادية، ظروف اجتماعية، ظروف أمنية. لما تحدث عن الظروف الاقتصادية، أزمة اقتصادية مست العالم ككل، والعالم العربي جزء من هذا العالم. كذلك لما نتحدث عن الظروف الأمنية ومخلفات الأزمة، أزمة الحرب الأوكرانية والروسية، مخلفاتها على الشأن الاقتصادي، والذي له كذلك مخلفات على الشأن الاجتماعي على كل العالم. مثل ما سلف الذكر، العالم العربي هو يبقى جزء من هذا العالم. واليوم يعني هناك تحديات أمنية وجيو استراتيجية، كذلك لدينا تحديات مهمة على الصعيد الطاقوي، على صعيد الأمن السيبراني، على صعيد الأمن الغذائي. اليوم هناك عدة تحديات، يجب يعني أن يكون هناك تعاون عربي مشترك لتجاوز هذه التحديات من خلال هذه اللقاءات، من خلال هذه المحاور التي تم التطرق إليها، لكي يكون هناك وضع لبنة أساسية لتعاون عربي مشترك. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.